بسم الله بسم الله بسم الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. الجنة اللي هي بربي شنو مصلحة منها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالد. إذا شأن عظيم، وشكرنا ربي بخلودنا ما هو شأن عظيم، أي الجنة اللي هي من آخر مطاف لأهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان والسلام.